اللي اتكلم عن النشاط الخاص أمانة أنا أركز أكثر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الصناعية وخصوصا في منظومة الـ OECD اللي هي منظومة منظمة الاقتصاد والتعاون التنمية، هل مشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المصدر الأساسي للتوظيف للعمالة الوطنية في هذه الدول، الدول الصناعية الكبرى في أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان وفي كندا؟ تقريبا 70% من العمالة في هذه الدول متوظفة في هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. احنا رأينا أن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة متعثرة، نحتاج أن ندرس الأسباب هذا التعثر وأنها تؤدي دورها كما هو مطلوب. ويمكن أن القطاع العام يساعد هذه الأنشطة، ويحتاج أن القطاع العام أن يبادر في مساعدة هذه الأنشطة على الأقل في المرحلة الأولى أن للنهوض على قدمها، وأن يساعدها أنها 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 تنطلق لتحقق ما هو مطلوب منها في القادم من السنوات، أنها تشارك بفعالية في استيعاب العمالة الكويتية التي متوقع دخولها في سوق العمل. إحنا نتوقع خلال العشر سنوات القادمة أن يدخل سوق العمل أكثر من 300,000 كويتي، وهذا عدد لا يمكن للقطاع العام فقط أن يستوعبه، نحتاج أن القطاع الخاص، والقطاع الخاص اللي عنده إمكانيات استيعاب هذه المعدلات الكبيرة هي القطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذه أثبتتها كل تجارب الدول الأخرى أن هذه هي المصدر أساسي لعمليات التوظيف إذا أعطيت المجال لأنها تتحرك وتنطلق.